الحمد لله الفترة الأخيرة إحنا كأطباء حتى بقى عندنا وعي طبي أكتر، الوعي بقى الوعي مجتمعي أكتر. بقى عندي يعني أنا مثلا هقول لك مثال صغير كده، مثلا من شهر كده جالي ولد عنده 12 سنة، جاب لي قطة صغيرة عمرها تقريبا أسبوعين لثلاث أسابيع، جايبها بيقول لي بصي بقى قال إيه، بيقول لي من الصبح أنا شفت القطة دي قدام البيت بس استنيت إن مامتها تيجي علشان ترضعها أو تأكلها ما لقيتهاش، فقلت أجيبها لحضرتك تبصي عليها وتشوفيها. فتخيلي بقى دي يعني شوفي التربيه دي، تخيلي الولد ده هيتعامل مع زمايله ازاي في الكلاس، تخيلي طبعاً. الولد ده هيبقى عنده محترم رحمه طبعا سلام نفسي وسلام نفسي تمام طبعا. فانا يعني انا كنت منبهره اصلا، يعني بيقولي كمان ده ماما هتتابع معايا، فعلمته ازاي يرضعها وقعد ورضعها وجابها لي بعد شهر كبيره ما شاء الله جميله. ففي وعي، لا ما شاء الله في وعي كبير. وفي حاله كمان برضو ايام الكورونا، تخيلي واحده متصله بيا عندها كورونا بتقول لي انا خايفه على قطتي لعديها، فلا في رحمه وفي جمال طبعًا الفتره طبعًا الاخيره كمان، لا زاد الوعي المجتمعي الحمد لله. طيب دلوقتي بقى عايزين نتكلم على اهم الامراض اللي ممكن تصيب حيواننا الاليف سواء كلب او قطه، وخصوصا في موسم الصيف. عايزاكي دكتور اسماء تكلميني ايه الجديد في التطعيمات، وهل مصر فيها كل التطعيمات الخاصه بالحيوانات الاليفه؟ الحمد لله رب العالمين احنا عندنا تطعيمات كل التطعيمات، وبالذات ان احنا في فيروسات انديميك يعني موجوده، لو انا ما طعمتش الكلب بتاعي والقط بتاعي للاسف بيجي لهم. في بقى كونسيبت يعني الفيروسات دي متوطنة متوطنة في الأماكن كلها، كل مصر هيجي لو أنا ما طعمتش. في كونسيبت خاطئ بقى عند بعض يعني معظم المربين، إن أنا بدام الكلب بتاعي في البيت يبقى أنا كده خلاص أنا حافظت عليه ومش هطعم. هو ربنا خلق القطط والكلاب بتتعرف على البيئة الخارجية باللحس والشم، أنا مش هقدر أمنعها من حاجة زي كده، فأنا هي بتاخد العدوى عن الطريق ده، فبالتالي إن أنا لازم ده حاجة ضرورية إن أنا أطعمها. واطعم كمان يعني انت حضرتك كنت قايله لي حتى في الفاصل ان في كلاب عند حضرتك ماتت بارفو، الام لو مطعمه البارفو عشان بس المشاهدين يبقوا فاهمين معانا. انا عندي بربي حيوانات اليفه وبالذات الكلاب، كلبتي ولدت وهم عندهم اقل من شهرين جالهم بارفو وعمرهم ما كانوا خرجوا من البيت. فهم مش شرط ان هم يخرجوا، هم بيتنقل لهم احنا بنخرج. وعلى فكره طب اقول لك على حاجه ثانيه، كانوا متطعمين؟ لا ممكن يكون لا مش مكملين، لازم يكونوا مكملين لغايه اربع شهور عشان يتطعموا ويعملوا مناعه كامله، التطعيم الكامل عشان ياخدوا مناعه كامله. اوكي احنا هنتكلم عنهم وازاي كمان. خلي بالكوا احنا لما بنطعم الكلاب بتاعتنا احنا بنحمي نفسنا طبعا اولا، يعني عايزاكي برضو حضرتك تقولي برضو النقطه دي. احنا عندنا في حاجات منتقله ما بين او مشتركه ما بين الكلاب والقطط والبني ادمين، زي الديدان مثلا. في نوع من انواع الديدان لو انا ما طعمتش القط بتاعي او الكلب بتاعي لا ده بيتنقل لنا، ده في التسامي او التسالي، لا ده جرعات وقائيه ضد الديدان. السومامي دي فيروسات خاصه بالكلاب والقطط فقط، لا ما بتتنقلنيش. لكن في فيروس السعار، ان انا لو ما طعمتش الكلب بتاعي لا قدر الله وتعض من اي كلب شارع وانا مش مطعماه لا قدر الله ممكن ينقل لي طبعًا الفيروس السعار. طبعا بنشوف طب أنا والناس بتاخد الحقن اللي في بطنها وحاجات زي كده. فاحنا دلوقتي لازم اكون انا حتى هكون حاسه بالامان، انا مطعمه الكلب بتاعي او القطه بتاعتي خوفا على ولادي، خربش ابني خربش ابني بسنانه بحاجه، فانا ببقى مطمنه ان هو متطعم صحيح.